القضية احنا ضفناكم ضمن فقرة إعادة المفسوخة عقودهم بدون حج، ضفناكم بالأمن الغذائي إعادة المفسوخة عقودهم. اسمعني، هو أنا ضايفة بالفقرة كل السنوات. أولا هاي واحد، اسمعني. ثانيا ماكو شرط اسمع عمر، لأن أنت أصلا اتطوعت، انفصلت، انتهت خدماتك، صار فترة طويلة، أكيد عمرك راح يكبر. مريض، معاق، مجروح، أنت أكيد تتعرض إلى عاهة أو تتمرض، فهاي هم ما مشمولة. يضعون فقرات بكيفهم الوزارات مو صحيح. أولا تتقسم، هذه تتقسم بين الجيش، بين الشرطة، بين الحشد الشعبي، مكافحة الإرهاب، وكل الأجهزة الأمنية. ماكو جهة تاخذ، هي عندها علوية وتاخذ أكثر من هاي الأكثر حسب الموجود. ويعاد جميع المفسوخة عقودهم. اسمعني، جميع المفسوخة عقودهم هذه اللي وضعناه احنا بالأمن الغذائي اللي أنا وضعته وكل زين يدر مصطفى. اجيتوني للبيت وقعدنا بالطالبية وهذا مو عمي، فوضعنا هذا. سمعوني سمعوني بدون حكي، سمعوني باب. هسه احنا طلعنا من البرلمان، بس مع هذا ما نترك الناس. اليوم احنا متظاهرين، انتوا جاي تتظاهرون ويانا متظاهرين، فاحنا ما لنعوفكم ما نعوفكم، جاي اتابع. واليوم الصبح لحد الساعه بالعشرة ونص كان يحكي وياي مصطفى، مو صحيح؟ وقلت لك وكنتوا متظاهرين بباب الدفاع، انا متابعكم، انا متبني الموضوع ومصطفى ممثلكم. كفو منك شيء، متبني الموضوع وراح احكي ويا وزير الدفاع واحكي اذا اكو الدفاع والداخليه ومكافحه الارهاب، نحكي وياهم كلهم. ما يجوز الواحد يضع شروط ومواصفات على مزاجه، ماكو على المزاج، اكو حقوق ناس،